صديقات الأصدقاء، السلام على الجميع، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة مروكو كريم تي في، الجريمة المغربية. هذا الفيديو بغيت البنات يسمعوا له بزاف، بغيتكم تسمعوا المحتوى ديالو وتاخذوا الدروس من هذه الحكاية اللي غادي نسردها في هذا الفيديو. ماشي أي واحد جا عندكم لابس مزيان، ركب طوموبيل ودير البارفان وبقى كيسرسل عليكم تيقوه ويديرها بكم. راه كاينين الدياب اللي كتخبى بصوف الخروف، وها النموذج اللي غادي تسمعوه في القصه. هذه بنت من مدينة فاس، خدامه في واحد الوحده صناعيه من الحي الصناعي سيدي ابراهيم، مستقره في خدمتها، مرتاحه فيها، ومن عائله محترمه، وهي ايضا محترمه راسها. هادي شي ايام غادي يجي في طريقها واحد السيد ديب مخبي بصوف الخروف، تعرف عليها، تعرفت عليه، وبان ليها خير ما يمكن تلقى في حياتها، وتكمل معه دينها وتزوجه وتدير معه وليداتها. هو لعب على نقطة الضعف ديالها، الرغبة ديالها في الزواج والاستقرار العائلي، وباش تدير وليدات حتى هي تكون ام. وهذا حلم ديال كل البنات، ولهذا لا يحرم شي وحده من الاستقرار العائلي والعاطفي. ايضا العلاقه بيناتهم توتضات مع تكرار اللقاءات والاتصالات الهاتفيه، اما بالتليفون ولا بالواتساب، حتى تفهموا. هو بدا الاعجاب ديالو بها، قال لها صافي اخترتك تكوني ام ولادي، ما كاينش ما احسن منك، نعيا نقلب في حياتي ولا نلقى بحالك. هي عجبها كلامه، هو كيعرف يهضر مزيان، وعاشت معها القصه. وباش يزيد يوقع بها بدا كيفشر شويه عليها، ويبان بلي السيد لاباس عليه، ما خصو خير، خصو غير الاستقرار العاطفي والعائلي. نهار اللي غادي يجي لفاس كرا واحد الطوموبيل واعره، ما خسرش 6000 ولا 8000 ولا 10000 ديال الكرا، ما خسرش طوموبيل حديده بصح كما كتقولوا نتوما الشباب. اما حنا شبعنا من الدنيا وشبعات منا حتى الدنيا. كرا الحديده مشي وكاله لكراء السيارات في كازا وشرا كومبلي، لبس احسن ما عنده، دار البارفان، تشيك مزيان، وجا لعندها الفاس باش يتعرف عليها. حديثه مغزل من اللي تلقاها، داو جمعها في الهضرة ودوبها بالكلام المعسول، شلها كلام في الحب والإعجاب والعشق، الإعجاب بالشخصية ديالها، بوجهها، بالجمال ديال الوجه والروح أكثر، والقد الممشوق ما بحالو حتى دوك الحبان الكبار المعروفين في التاريخ. قالها صافي دابا احنا تعرفنا، عجبتيني وعجبتك، دابا خصك توريني والديك باش نمشي نخطب. وبالفعل اتفق معها على واحد الموعد، وجا طبعا بنفس الأبهة، الطوموبيل والشياكة، وا 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 وا. دازت الخطبة بطريقة تقليدية، البنت عرضت على صحاباتها في الشركة، الأفراد العائلة فرحوا، كل شي فرح، فلان غادي تتزوج. جاها تبارك الله ساعدها واحد السيد زوين عمرها دار، عنده طوموبيل واعرة وخدام على راسو، مخصو خير، مقاول كبير ناجح، وعندو واحد صناعي للرخام في درب وعزة ناحية كازا. السيد ما خصو خير هكا قالها، وهي تيقات وعاشت معاه في الأحلام. وهنا المشكل، البنت ملي كتيق تعطيك كل شي دغيا، كطيح كما كيقولو، ماشي بمعنى ديك المعنى الخايب ديال كطيح. دازت الخطابة وتكررت اللقاءات من جديد والاتصالات، واقترح عليها باش تعاونو تقلب معاه على شي دار في مدينة فاس يشريها ويستقرو فيها بعد ما يتزوجوا. قال لها ما نبعدكش على والديك، نسكنو قريب من والديك، انا كنسافر بزاف، كل مره كنمشي للمدينه، ونبغي نخليك حدا والديك في الامان، كنخاف عليك. الشعره ما نحملهاش طيح عليه، هذا نصاب صحيح، كيعرف مني كتنكل الكتيف، من اين تؤكل الكتيف، وغادي ياكل كل شيء، ولا حول ولا قوه الا. في اخر لقاء غادي يجمعهم واللي تلاقاتو فيها، فيه جا عندها لمدينة فاس، كانت هي قلبات على الدار باش تشريها، وفرح كما بان وفرحها، قال لها صافي غادي نشريوها، ماشي غالية عليك،
لكن بدا كيتحجج باللي المبلغ ما عندوش كامل، بداعي ان الفلوس خارجه من يديه وما غادي تخرج، ما غادي تدخل حتى واحد المده. خصنا كذا مبلغ مازال ناقصني. هي قالت لي صافي يا راجلي، كل حاجه ثقيله عليك انا نخففها، كل شيء ديالنا وغادي نكونوا بجوج، غادي نتزوجوا، بالتالي ديالي هي ديالك وديالك هي ديالي. انا حوشت شي حاجه للفليسات نعطيهم لك، ملي تفاجأ لك الحال رجعهم لي. قال لا بلاش، نخلي نتسنى حتى يدخلوني فلوس عاد نشريوها عاد نديرو هذا. قلت له هي راه قلبت على الدار وهذا تطلق. قال لا ولا تدخلني الفلوس، يعني كيطيبها وهي كتشبث باش تساعدو، حيت ناويه مع المعقول مسكينه، ناويه الزواج داخله على المعقول والثقه، وصعيب باش تكون دير النيه مع واحد معقلين النيه. في الاخر دار راسو باللي قبل، قال لها صافي هاي دخلوني فلوس انا نرجع لك فلوسك وتفقوا. مشات سحبت الفلوس عطاتهم ليه، مشاو شافوا الدار، شدنا الفلوس ورجع للدار بوعزة. ومن تماك ما عاودت سمعت صوته، عيات صوني عليه مسكين ولا سمعت صوته، كيجاوب غير المجيب الالي كيخبرها بتعطل الاتصال به. السيد قفل كل التليفونات ديالو. تماك مسكينه عاد فقط من القلبه ومن الغفله، ديليها رزقها وتشوفها تحت وسط الحومه كيفاش واحد خطب وغبر، وكان ديما الناس كيشوفوهم بجوج. واكثر من هذا الشيء كان مشات معاه باش شاف الدار اللي غادي يشري، تلقى مولاها تفاهموا، تحشمت مع مولاها، وانتم عارفين المغاربه كيقتل الكلام. فلانا جاوها الخطاب وتراجعوا، غادي يرجعوا العيب كامل فيها ماشي في السيد اللي نصب عليها واحد ما كيعرفوش الحيتيات، كيعطيو الحكم الحكام ديريكت. هادشي كله كان باش يكتب الثقه ديالها ويسهل النصب عليها ويدي ليها رزقها. وكذلك كان مسكينه تأزمت نفسانيا وما لقاتش من حل غير انها تقدم شكايه للنيابه العامه اللي امرت البوليس ديال الولايه امن فاس باش يحقوا فيها. بالفعل لا بي جي ديال الولايه المصلحه الولائيه نسخات مع نظيرتها في كازا، واستطعوا بعد مدة من تحديد مكان وجود هذا المتهم، حيث كان غبي واحد شوية، كان كيعطيها بعض المعلومات الصحيحة، ماشي معلومات كاملة ولكن بعض المعلومات كان يعطيها. وصلوا ليه فين كاين، ومشاو جابوه واعتقلوه وجابوه الفاس. المتهم تشد في مدينة بوسكورة، وكان طبعا على متن ديك الطوموبيل الفارهة، وتبين أنها مكرية، وهي نفس الطوموبيل اللي استعمل في الاستدراج ديال الضحية والنصب عليها. ما تغركمش المظاهر البنات، شدوه تماك وجابوه الفاس باش حقو معاه. السيد ملي شدوه لقاو عنده واحد الشارات الصحافة على الواجهة الأمامية الطوموبيل، إيه اللي وحلات ليك يقول لك أنا صحافي، هذا موضوع واحد آخر. كلشي صباح صحافي هز الميكرو والتليفون ولا دير شي شارة للطوموبيل ولا شي كارت مزورة وقول أنا صحافي. السيد انتحل الصفة ديال صحافي. وأكثر من هاد الشي لقاو عنده شي بطاقة مزورة ديال شي موقع إلكتروني في المدينة الجديدة أو في الناحية الجديدة. الشارة والبطاقة كان كيستعملهم باش يوريهم للبوليس والجدرمية ملي كيوقفوا في البراجات باش يفلت، طبعا حيت مزبلها ماشي غير هاد البنت المسكينة اللي كان كينصب عليها اللي احسن ليها العوان، كاينين ضحايا. السيد مزبلها مزيان وتبين بعد التنقيط ديالو في قاعدة بيانات مديرية الأمن بخصوص الناس المبحوث عليهم، تبين بلي راه روشيرشي بحوث عنه وطنيا من طرف الدرك ديال مراكش. والتهمة إصدار شيك بدوني رصيد، ويعلم الله شحال من بنت وشحال من ضحيه وحدين اخرين نصب عليهم، ودار معاهم ما دار مع ديك البنت المسكينه الخدامه في الشركه السيد ابراهيم بفاس. المهم البوليس لابي جي ديال فاس سمعوا له دوز الحراسه النظريه، واليوم الخميس 16 فبراير 2023 تحال على النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه في فاس اللي تابعته بالتهم ديال النصب وانتحال الصفه نظمها القانون، انتحال صفه صحفي وتزوير بطاقه كتصدرها الاداره العامه وزيد الفساد وصنع وحيازة مواد إباحية. خاب عنده شي حاجة شي عجب في التليفون ديالو المكبوتين. اليوم الخميس بدات غرفة الجنح التلبسية اللي تحال عليها المتهم اليوم، بدات كتحكمه في حالة اعتقال بعد ما تم الإيداع ديالو هاد العشية في سجن بوركايز، والمحكمة أجلات البث في الملف ديالو، عطاته مهلة كافية باش يعين شي محامي دافع عليه ويرافع عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكون في العوان ديال ديك البنت المسكينة، والله يفرج. وإلى مناسبة لحقتكم أنتم أو في القناة ودامت أفراحكم.